في البداية اسمحوا لي أن أشكر كل من يحضر معنا هذا اللقاء الهام في هذه المرحلة المفصلية في إعداد مؤتمرنا 18 لمناقشة أشغال اللجنة وثقها للجنة التحضيرية والمكلفة بالشق الاقتصادي والتنمية والاستدامة. كما أشكر كل من سهر وساهم بقليل أو بكثير في تنظيم هذا اللقاء، وأشكر كذلك الأخ زكريا غارتي على تطوعه لتسهيل مناقشات هذا التجمع، وأرحب به مجددا في حضاري رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين. وبالمناسبة أريد أن أهنئ الأخ الرئيس رياض مزور وكل أعضاء هذه اللجنة على العمل الجدي والبناء الذي قاموا به والخبرة والوطنية التي أبانوا عنها وجودة وجدوى الاقتراحات التي جادت بها قرائحهم، حيث أبانت عن أهمية الخزان البشري والكفاءة العالية التي يتميز بها حزب الاستقلال بنسائه ورجاله وشبابه. الأخ الأمين العام، الأخوات والإخوة الأعزاء، إن رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تفتخر وتعتز بكونها إحدى الروافد المساهمة في إغناء الفكر الاستقلالي التعادلي في شقه الاقتصادي والمالي والاجتماعي. ولقد حرصنا منذ نشأة رابطتنا هذه على أن نساهم في إغناء الفكر والعمل الحزبي والنقاش الوطني من خلال اقتراحات بناءة، سواء تعلق الأمر بمواضيع ظرفية أو بنيوية، حيث تطرقنا لها تارة من خلال تحاليل بعدية وتارة أخرى بطريقة استباقية ومستقبلية، سواء كان حزبنا في الأغلبية أو في المعارضة. وهكذا سهرت الرابطة على العمل بانتظام واستمرارية على التطرق لمواضيع حساسة بالنسبة لبلادنا، وأخص بالذكر على سبيل المثال للحصر أولا بعض المواضيع الاستباقية فيما يخص الاقتراحات التطويرية لمشاريع قوانين المالية قبل الإعلان عنها من طرف الحكومة، اقتراحات للخروج المربح من الأزمة الصحية التي عاشتها بلادنا على غرار دول العالم. كما عبرنا مؤخرا في شهر يناير السابق عن الطموحات الإرادتية للمغرب في أفق 2030 متطرقين للأوراش الكبرى والمبرمجة والمرتقبة في هذه الفترة، وما يمكن أن ينتج عنها من قيمة مضافة وتنمية اقتصادنا ومجتمعنا وخلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل إذا تم استغلال هذه الفرص من طرف النسيج المقاولة المغربي. وأنا أتجه للسيدة والسيد رئيس مجموعة المقاولات والمقاولات النسائية بالخصوص. كما ساهمنا وأغنانا الرصيد الفكري لحزبنا ووطننا من خلال اقتراحات حزبنا فيما يخص مشروع النموذج التنموي لبلادنا تحت القيادة السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وساهمت رابطتنا كذلك في المناظرة الوطنية للجبايات والمناظرة الوطنية للتجارة وبرامج الحزب الجهوية والوطنية منها في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، حيث كنا أول والحزب الوحيد الذي أعد برامج وطنية وبرامج جهوية في الانتخابات السابقة. واشتغلت رابطتنا كذلك على مواضيع آنية قطاعية على غرار إشكالية أجل الأداءات للمقاولات، التعامل مع تصنيف المغرب في اللائحة الرمادية من طرف الاتحاد الأوروبي، تنمية قطاعات السكن والسياحة، تنمية الطبقة المتوسطة، الرقي بالقدرة الشرائية للمواطنين، تشجيع الاستثمار والدفع بالمقاولات المغربية خاصة المتوسطة منها والصغيرة، التحول الرقمي وما يترتب عليه تحديات وفرص للاقتصاد الوطني، ثم إشكالية الماء ببعدها الاقتصادي والاجتماعي. وكم نحن سعداء اليوم
عندما نرى أن هذا الفريق المنتج يتوسع ويشمل عناصر شابة وأخرى ناضجة من نساء ورجال، يشتغل بتكامل وتناغم بين التجربة والعصرية العلمية والتقنية. فما التقرير الذي خرجت به لجنتنا هذه والتي سنستمع لموجز منه؟ إلا تعبير عن الدينامية التي عرفها حزبنا خلال السنوات الأخيرة بقيادة رجل دولة محنك، الأمين العام الأخ الدكتور نزار بركة. فتحية شكر وتقدير الله ولكم جميعا على نضالكم وتفانيكم وحسن عطائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة أنا سعيد جدا اليوم بالتواجد معكم في هذا اللقاء الهام الذي تنظمه لجنة اقتصادية والتنمية المستدامة بمعية رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، وهو موضوع هام جدا له راهنية كبيرة بالنظر إلى إسقاطاته، بالنظر إلى تداعياته على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ألا وهو موضوع تسريع وتكثيف وتجويد خلق فرص الشغل. ولا بد في هذا الإطار أنه نحيي جميع الأخوات والإخوة أعضاء اللجنة التحضيرية وأطر وخبراء الحزب الذين يشتغلون ليل نهار وبروح وعزيمة قوية وإرادية قوية من أجل إنجاح المؤتمر 18 ومن أجل إنضاج وتجويد الأوراق التي ستقدم إلى المؤتمر. كما قلت، الموضوع ديال التشغيل كان ولا زال يحظى بأولوية كبيرة لدى حزب الاستقلال بالنظر كما قلت العديد ديال الاعتبارات، ولكن في الحزب لا نرى أي سياسات عمومية منتجة فاعلة ناجعة إلا بمقدار ما تحدثه من فرص الشغل، ولا نرى أي قرارات اقتصادية كذلك ذات مفعول إلا بالحجم الذي يمكن أن تخلقه على مستوى فرص الشغل. ونؤكد دائما في أدبيات الحزب على معطى أساسي، وهو ربط التحفيزات الجبائية وغيرها التي تمنح للمقاولات، ربطها بمدى قدرة هذه المقاولات على خلق فرص الشغل، بمدى قدرتها على إدماج الشباب والنساء في دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا. طبعا العالم يعرف تحولات متسارعة لا متناهية، توحيد ما كيتنبأ فين غادي يمكن نوصلوا غدا، ولكن العالم كذلك أصبح محفوفا بالمخاطر، مخاطر اقتصادية والتداعيات اللي ولت على بلادنا وعلى العديد من الاقتصاديات العالمية. وبالتالي موضوع ديال الشغل عندنا جوج أمور اللي هي أساسية. أولا، كيف نحافظ على استدامة مناصب ديال الشغل في ظل عالم متسارع ومتحول ومتقلب، وفي ظل الغموض وعدم اليقين، وكيف نعطي واحد الدينامية جديدة بخلق فرص شغل جديدة وذات جودة؟ هذه هي المعادلة اللي هي الحزب اليوم غادي يتناولها وغادي يتحاور فيها. والحزب كيطرح هذه الإشكالات انطلاقا مما تعرفه بلادنا من هذه الدينامية التنموية واستثمارية كبيرة جدا على جميع المستويات. اليوم المغرب انخرط في واحد دينامية الصناعة للجيل الجديد من الصناعات إلى غير ذلك، الطاقات المتجددة والأوراش تنموية كبرى حتى قيادة صاحب الجلالة المغرب يعطي دفعة لهذه الأوراش. ولكن كذلك السؤال الذي يطرح، هل لدينا بالفعل الكفاءات والقدرات الموارد البشرية اللي ممكن تواكب هذه التحولات اللي كتعرفها بلادنا؟ كما قلت في البداية، اللقاء يأتي في سياق التحضير للمؤتمر 18 لحزب الاستقلال، والذي نتوخى أن يكون مؤتمر نوعيا ومتفردا ومتميزا بالنظر إلى هذه الجودة ديال الأوراق اللي كيشتغلوا عليها الأخوات والإخوة الأطر وكفاءات ديال الحزب. حزب الاستقلال كان دائما ولا زال أنه الأفكار دياله والبرامج دياله كلها هي
مصدر ديالها هو الاطر والكفاءات ديال الحزب، ولم يحصل ان يعني تم استعانه بمكاتب دراسات او غيرها. الحمد لله الحزب عنده اطر، عنده كفاءات، عنده خبرات، وينتجون افكار خلاقه قادره على تقديم الاجوبه على الاسئله المقلقه اللي كاينه اليوم في المجتمع، وقادره على تقديم البدائل لعده اشكالات، واكثر من هذا قادره كذلك على استشراف المستقبل مع ما يحمله هذا المستقبل من مخاطر متعدده. واللجان السبعه بدنا نخبركم بهذا الامر انه اشرفت تقريبا انتهت من الاشغال ديالها. يوم السبت ان شاء الله غادي يكون عندنا لقاء في المقر ديال الحزب، هاد اللجان السبعه غتقدم التقارير ديالها، وهي اللي غتشكل في مجموعها هذا التصور المتجدد ديال التعادليه الاقتصاديه والاجتماعيه ديال الحزب. لانه حنا الحزب لسنا حزبا جامدا ولا حكيم، حزب يتطور وحزب يقدم اجوبه حول الاسئله الجديده، الاسئله المستحدثه في المجتمع وفي الاقتصاد. وبالتالي غتكون عندنا مناسبه لعرض هذه التقارير والمناقشه ديالها والمصادقه ديالها. وهذا هو الحزب حقيقه، هو الحزب اللي كيشتغل على الافكار، كيشتغل على البرامج، وكيشتغل كيف يمكن يساهم في السياسات العموميه انطلاقا من مواقعه في مكان، يا اما في الحكومه او في البرلمان او حتى ان كان في المعارضه. هذا هو الحزب الذي يلتزم بقضايا الوطن، بقضايا المواطنين، وهذا هو الحزب الذي عاهدناه وما زلنا نشتغل فيه على هذا المنوال. جميع الاخوات والاخوه اعضاء اللجنه التحضيريه تحضرهم رغبه عاليه جدا، ويتابعون بدقه جميع الاشغال، والحمد لله لا ننتبه من بعض الامور اللي يمكن توقع في الهامش. لنا اصرار، عزيمه قويه على ان ننجح محطه المؤتمر 18 ان شاء الله بحزب قوي، حزب موحد خلف قيادته، وحزب قادر انه يعطي بدائل داخل المجتمع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.